أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في حصاد الرياضية، والبداية دائما مع العناوين. دوامة الهبوط خطر يواجه نصف أندية المحترفين. وفي الحصاد الليلة حديث أكثر عن تجربة نادي معان في دوري المحترفين. تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام في حصاد الرياضية بعد هذا الفصل. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مشاهدينا الكرام في حصاد الرياضية الليلة، والحديث عن شؤون كرة القدم الأردنية. وضيف الحصاد لهذه الليلة المدير الفني لنادي معان الكابتن عبد الله القططي. يسعد مساك كابتن. مساء الخير أستاذ ليث، بارك الله فيك. حياك الله كابتن. وأيضا عبر الهاتف في بداية الحلقة ينضم إلينا الكابتن بلال اللحام عبر الهاتف. كابتن بلال يسعد مساك. يسعد مساك أستاذ ليث، تحياتي إلى كل ضيفك أخونا وزميلنا وصديقنا الكابتن عبد الله. حياك الله كابتن بلال، حبيت تكون اليوم معنا موجود بمداخلة في حصاد الرياضية. والله أنا حبيت أكون مداخلة وشوية. أول شيء أنا يعني بتمنى الشفاء للكابتن وأخونا وزميلنا الكابتن راتب العوضات، وبتمنى الكل إنه يقف مع الكابتن راتب لأنه هو الآن بأمس الحاجة الكل يقف معه بعد رب العالمين إن شاء الله، إنه الكل يقف معه وشافيه وبده المساعدة وبده وقفة الجميع تكون مع زميلنا وأخونا الكابتن راتب، ونتمنى من الجميع يقف معه كل الفئات ان شاء الله، ومن الله بكتب له الشفاء ان شاء الله يا رب. اول شيء انا استاذ ليث انا بوجه لك تحيه للجميع، ايدك لشخصك ولا انت اعلامي رجل وصاحب كلمه والكل تتعامل مع الكل على مسافه واحده، وهاي تحيه من الجميع نوجه لك اياها. اشكرك كابتن، شكرا لك، وهاي انا بصدق وبامانه بوجه لك اياها. وهاي شهاده بعتز فيها كابتن بلال، لأنك يعني على مستوى واحد مع الجميع وبصف واحد وما عندكش حيادية بالأمور هاي، يعني من أروع الناس كل أمانة وشهادة الجميع. الحمد لله كابتن، وهذا واجب دائما، والقناة الرياضية دائما تقف على مسافة واحدة من جميع أندية المحترفين. فبس بدي منك تتحملني شوي وتعطيني وقتي إذا بعد إذنك إذا سمحت لي. تفضل كابتن خذ راحتك. أنا يعني بكل شرف إن أنا تشرفت إن أنا أكون مدرب نادي الحسين، وهذا شرف إلي، وأي شخص إله الشرف يكون أحد مدرب لهذا الفريق العريق الكبير بالبلد. نعم. النادي اللي يحمل اسم العظيم والكبير المرحوم جلالة سيدنا الله يرحمه الملك حسين، وهذا شرف للجميع أن يكون به. وأنا لما انطلب مني أنا كنت بظرف عائلي صعب، ولكن قبلت لأن النادي هذا بحاجة لفزعة زيه زي أي نادي وطني أردني بطلب أنه الفزعة فبتلبيها، فلبيت نداء ورحت على الحسين برغم الظروف الصعبة. طبعا وجدنا ظروف صعبة فنية كثير، لكن ربنا بساعدنا إن شاء الله وإحنا تحملنا المسؤولية. نعم. الآن القضية أنه كل شخص صار يطلع أشخاص بتحس أنه في هجوم ممنهج ومبرمج ومدفوع على نادي الحسين وعلى أندية الشمال بشكل خاص. نعم. من ناس بكل أمانة مدفوعين للكلام هذا حتى يوقفوا المسيرة ويهاجموا النادي بكل الوسائل، وللأسف الشديد أنه أصبحت المحطة الرياضية هي مكان للهجوم على أندية وأشخاص معنيين وعلى قامات رياضية وعلى شخصيات رياضية داعمة من خلال المحطة الرياضية اللي احنا نعتز بها وهي داعم رئيسي للرياضة بالأردن. بالعكس هي بتحسنت الرياضة، ولكن الأمانة مارقين طريق أصبحوا يتهجموا عقامات رياضية وأندية كبيرة، يعني مجرد دخوله على المكان هذا في النادي الحسين فهو شرف له. نعم. لما تيجي أنت تتهجم على رئيس فخري بقيمة عامر أبو عبيد، رجل الوطني اللي قاعد اللي إحنا سيدنا وسمو الأمير علي بدعوا من رجال الأعمال والشركات اللي عم رياضة، فهو داعم الحركة الشبابية وداعم للمنتخب الوطني وداعم الحسين، احنا بحاجة بالزمن بالوقت الطابق للكل. نعم. فلما تتهجم على شخصيات بالقيمة هاي وبدك ترجعهم للخلف فأنت بالتأكيد مارق.
من الرياضه. شو راصد؟ مين راصد؟ راصد لهم مكتسبات، يعني الراصد اللي بيطلع قاعد بيقدم مشروع للحسين انه انا بعملكم رصد مقابل 10,000. لما الحسين رفض المشروع بلش الهجوم على ابن حسين. نادي الاهلي في الشمال نادي الحسين له رجالاته وله قاماته وله شخصيته، مش اي مارق انه بيقدر يفوت على الانديه هاي ويتحكم بيها، هي مش مزارع. طيب كابتن، كابتن بلال، كابتن بلال، نعم، احنا دائما في القناه منبر لجميع الانديه ولجميع المدربين واللاعبين والرياضيين، ودائما بنحب الشفافيه وبنطرح وبناخذ الراي والراي الاخر. اول شيء ثق تماما كابتن، ثق تماما بانه القناه الرياضيه تقف على مسافه واحده من الجميع، وثق تماما كابتن اي شخص بنستضيفه عبر القناه بيكون دائما الهدف الايجابي. نعطي اليوم فرصه للوجوه الجديده، نعطي فرصه اليوم للشباب، نعطي فرصه لجميع المدربين، وعدد كبير ممكن من المدربين اللي اليوم نعتز فيهم اتخرج من خلال هذه القناه، من خلال عمله على ارض الواقع ومن خلال ظهوره على شاشه القناه الرياضيه. واي شخص يهاجم او يسيء او ينتقد او يحاول ان ينتقد للذهاب لبعض المصالح ولتصفيه بعض المصالح الشخصيه، ايضا القناه الرياضيه اليوم بيكون في لها دور ولها موقف ويمنح هذا الشخص من الظهور. احنا دائما معكم كانديه محترفين، ودائما نبحث عن النقد البناء، ودائما نبحث عن الشخص الذي دائما ونتحدث ليعزز من الايجابيات. تحيه لكم كنادي حسين، وتحيه للرئيس الفخري عامر ابو عبيد على اللي قدمه لنادي الحسين، اللي اليوم بصراحه هذا لما يدعم نادي الحسين وهذا دعم للرياضه في ظل هذه الظروف الصعبه والتحديات الصعبه. فصوتك دائما مسموع وهذا منبر لكم دائما وابدا كابتن بلال. يعني احنا نتمنى استاذ ليث انه كقناه رياضيه انها تختار النوعيه اللي يطلع، لانه النوعيه احيانا بتقدم كره القدم للامام، بتدفع للامام. فبالتالي انا شخصيا قلت لك انا فزعه لكل نادي الحسين وفزعه كنت بالسابق لنادي الرمسه، لاي نادي وطني احنا نفزع له كمدربين احنا، واحنا فزعتكم يا كابتن والله انت ما بتقصر، احنا فزعه. فحتى انا نادي الحسين يعني انا صدقا قلت لك انا بحب النادي هذا وخدمته وخدمني، نخدم اي نادي، ولكن هو مش عار، بالعكس هذا شرف الي ولاي مدرب بدخل الانديه هاي وبخدمها. فبتمنى احنا كأندية كمدربين، انا اللي بعرفه انه في بلشوا يستخدموا المحطه للهجوم من خلال، ببلشوا يهدد الأندية من خلال المحطه انه احنا لنا علاقات. فللاسف هذا اللي قاعد بصير، نتمنى انه النوعيه اللي تظهر على الشاشه تكون نوعيه محترمه وبتعرف شو بتحكي، مش اي مارك يهاجم اي نادي كبير بحجم الانديه. لكن كابتن بلال في النهايه بدي احكي لك شغله، والله كابتن دائما العمل على ارض الواقع، لو كل الناس اجتمعت وكل الصحافه والاعلام والجمهور اجتمع ضد شخص معين في النهايه عملك راح يظهر للناس 100%. يعني اليوم اليوم اذا انا مثلا انتقدتك وهاجمتك هذا الشيء في النهايه ما راح ياثر. احنا استاذي انت وانت غني عن التعريف كابتن، مدرب لمنتخبات وطنيه قبل ما تكون مدرب لانديتنا، ودائما مكسب لاي نادي كابتن بلال. والله استاذ ليث احنا ما بنتغ، بالعكس احنا لما تهاجم نادي كنادي اشخاص يهاجموا نادي، يهاجموا اشخاص تدعم الحركه الرياضيه الشبابيه، بالعكس انا كمدرب متعرض وهاي مهنتي كلاعب ومدرب انك تتقبل الانتقاد واحيانا التجريح وهذا من ضمن مهنتك، ولكن لما تكون ممنهج ومبرمج ومدفوع هون المؤذي. فانا حبيت كابتن هو ما في ممنهج ومدفوع يعني هاي الامور بعيده عن الرياضه. واليوم يعني اليوم الرواتب مش ماخذين اللاعبين، مين اليوم بده يمنهج موضوع ويكون فيه امر يكون انه مدفوع او ممنهج من قبل بعض الاشخاص؟ والله فيها استاذ، والله فيها، ويعني ما بديش اجيب لك ادله واثباتات، ولكن احنا نتمنى يعني على المحطه انه بالنهايه تختار النوعيه اللي بيطلع بحكي عن الرياضه وبشفافيه. وانا بطلب منك كابتن تعطيني الاثباتات والدلائل، وانا بوعدك في حلقه اخرج فيها واليوم حتى نشوف واقع الرياضه هاي اللي هو انت توصل معنا على راسي السابي. حبيبنا يا كابتن بلال، الله يسلمك وبالتوفيق يا كابتن، ان شاء الله بتمنى لك التوفيق ونشوفك دائما لانديتنا الاردنيه بافضل حال. الله يسلمك، وكمان مره بوجه لك التحيه من الجميع لشخصك حبيبنا الكريم السابي. والله يا كابتن ما هي مستاهله اليوم لما تشوف الكابتن راتب العوضات وتشوف الرياض اليوم بعد ما
يقعد في بيته وينتهي صحيح. عمله من الرياضة، بتشوف الرياضة عندنا بتشوف الواقع المرير للرياضة الأردنية، ما في شيء مستاهل اليوم الناس توقف ضد بعض. المفروض كنا اليوم نكون يد واحدة، مش بس نعم. اليوم وقت الأزمات نكون يد واحدة، لا دائما نكون يد واحدة، ونخلي الرياضة ونخلي المناكفات الرياضية ضمن الإطار المعروف. نعم صحيح. وبوجه التحية كمان للكابتن إيسا ترك كمان نعم. الرجل وشيخ المدربين وأستاذ الجميع اللي ممكن لحقوا شوية إساءة من الأشخاص اللي كانوا يتواجدوا، نوجه له التحية نعم. كمان أستاذنا. بدي أشكرك كابتننا الكابتن بلال اللحام على وجودك معنا عبر الهاتف. الله يسلمك، شكرا شكرا لك. كل الشكر كابتن بلال. طبعا عليك كابتن عبد الله. الحمد لله رب العالمين. بداية بشكرك كابتن ليث نعم. على الاستضافة وكادر القناة الأردنية كاملة، وأيضا من خلالك بادل زميلي الكابتن الكبير كابتن بلال اللحام، بنحييه طبعا هو وطاقمه المساعد، وبنتمنى لهم إن شاء الله كامل التوفيق مع الحسين إربد. وبرضو اسمح لي من خلال يعني منبركم كابتن ليث يعني بأمنيات الشفاء إن شاء الله تعالى للكابتن راتب العوضات، واللي عندنا هنا بجوز بتظهر يعني روح الأردنيين النشامة وعلى الأخص الرياضيين بالالتفاف والتكاتف، يعني بعيدا عن المنافسات بالوقوف خلف الكابتن راتب العوضات. وأنا يعني بضم صوتي لصوتك كابتن ليث صراحة، أنه يعني وجود الكابتن راتب يعني بهذا الظرف هو دلالة كبيرة لجميع المدربين وجميع عناصر اللعبة بأنه نبتعد عن أي منافسة غير أخلاقية أو صحيح. غير شريفة، ونحمل داخلنا يعني أمنيات التوفيق، لأنه نجاح أي زميل لا يأخذ من يعني من نجاحي بكل تأكيد. نعم يعني نتمنى الشفاء يا رب للكابتن راتب، والله يقومك الكابتن راتب بالسلامة، وانت قوي وبنضرب فيك المثل في القوة، لما نقول خليك قوي مثل الكابتن راتب العوضات، والكل بشهد لك يا كابتن. وإن شاء الله يا رب أنه بنستضيفك يوم وبنتحدث معك في شؤون كرة القدم الأردنية، بتكون مشافة معافة وأنت أقوى من المرض بمعنوياتك العالية ووقفة كل الناس ومحبة الناس إليك وفزعة اليوم جمهورنا وكل الشعب الأردني ونفسهم معك يا كابتن راتب. وإن شاء الله كابتن بتعود من جديد للملاعب الكابتن راتب العوضات، المدرب الكبير والذي قدم الكثير والكثير لكرة القدم الأردنية وللنادي الفيصلي، وممكن ظهر في تصريحات وفي مقابلة قبل بداية الحلقة بساعات الواقع المرير، الواقع الصعب اللي بعيشه. أيضا اليوم واجبنا كرسالة له مستحقات عند أندية المحترفين تدفع المستحقات، هاي صفقة مع الله أهم من 100 صفقة مع أي لاعب، تخلص حساب الكابتن راتب العوضات وتعطيه مستحقاته أو جزء من مستحقاته، حتى الزلمة يقدر يصرف على هو رب أسرة عنده عائل وعنده مصاريف علاج. خلي الرياضة اليوم تكون رسالة هادفة وسامية اليوم للمجتمع الأردني بالشكل عام. ممنياتنا بالشفاء للكابتن الكبير راتب العوضات يا رب. كابتن عبد الله، اليوم موضوع حلقتنا دوامة الهبوط، يعني الخطر اللي بيواجه أندية المحترفين. في البداية بدنا نعود لموضوع الممكن كان يحكي فيه الكابتن بلال، بتزعل من الانتقادات كابتن؟ لا لا أكيد لا أكيد لا، بس بدون مهاجمة وسائل. أكيد أكيد. طيب كابتن عبد الله، اليوم نادي معان، أول سؤال اليوم يعني أنتوا قريبين على تحطيم الرقم القياسي في دور المحترفين، ذات راس 13 تعادل في أحد المواسم، اليوم 11 تعادل صحيح. هذا الشيء أنتوا راضين عنه ولا بالنسبة لك كابتن أنت غير راضي عن هاي النتائج؟ صراحة كابتن ليث عدد التعادلات والنتائج ب 11 تعادل، وطبعا احنا بالمقابل ثالث أقل فريق خسارات بالدوري، ولكن هو بيعكس الواقع الفني لنادي معان. الواقع الفني من حيث انه احنا من بداية الموسم تقريبا واحنا بنعاني بصراحة من عقم هجومي واضح وسوء في اللمسة الأخيرة، ونحن كجهاز فني طبعا بالمقابل حتى نخلق نوع من التوازن بيكون في تركيز عالي جدا على عملية التنظيم الدفاعي، من حيث مبدأ انه ما استطعت أنك تحقق الفوز على الأقل انك انت ما تخسر نقاط المباراة. وفعلا هذا ما طبعا اللي بنقرأه من خلال نتائج الفريق. معان حاليا ايضا ثاني افضل خط خلفي دفاع في الدوري، فهذا التوازن اعتقد خلق عدد تعادلات وصل ل 11 تعادل. طبعا بعدنا العقبة عنده كمان 10 تعادلات، يعني في ظل الظرف الاستثنائي صراحة اللي بنعيشه في موسمنا الكروي 2020. نعم كابتن، انت بداية الموسم إدارة معان ما قصرت، وافد جديد على دور المحترفين كل الدعم، شو كان المطلوب؟ هو صراحة كابتن ليث سمحت لي تواجد نادي معان حتى نعطي الجميع حقه، تواجد نادي معان في دور المحترفين هو ناتج لقصة نجاح صراحة امتدت لسنوات
برعاية كبيرة طبعا من الرئيس الفخري معالي المهندس عمر المعاني، بالصعود من الفريق من الدرجة الثالثة فالثانية فالأولى لغاية وصوله الأول، الوصول الأول التاريخي في دوري المحترفين. طبعا أنا عملت في البداية صراحة كمدير لنشاط كرة القدم في النادي، وتم وضع خطة بالتعاون مع الهيئة الإدارية لمدة 3 سنوات، وطبعا مربوطة بموازنة مالية واضحة وبأهداف واضحة. كانت السنة الأولى الهدف الرئيسي والمعلن هو الثبات في دوري المحترفين في هاي السنة طبعا، وبناء عليه تم صياغة الموازنة المالية واختيار العناصر للوصول الى يعني الوصول لهذا الهدف. طب كان كابتن عندك انت حريه الاختيار بكل تاكيد، صحيح. وممكن اللاعبين اللي طلبتهم كانوا حاضرين، صحيح، وصلوك. اليوم عندك مشكله من خلال حديثك في الهجوم، صحيح. ليش اليوم ما اكتشفت هذا الشيء قبل البدايه وتعاقدت مع مهاجم اللي ينهي الهجمات طالما المشكله اليوم في اللمسه الاخيره؟ هو كابتن ليث كلامك صحيح 100%، ولكن احنا الظرف الاستثنائي اللي عشناه، احنا وقعنا مع مهاجم مولدافي محترف ومدافع مولدافي، طبعا خاضوا معنا بطولة الدرع وخاض معنا المباراة الأولى في دوري المحترفين، وبصراحة كان من أميز اللاعبين واللي من اللاعبين اللي احنا بنعتمد عليهم بشكل كبير، وكان له سجل تهديفي في بطولة الدرع خاصة. ولكن زي ما بتذكر كابتن ليث بعد الجولة الأولى توقف الدوري بسبب كورونا، وطالت الفترة نوعا ما، واقترحوا اللاعبين العودة طبعا لبلادهم لأنه ما كان في رؤية واضحة لاستكمال الدوري أو إلغائه. نعم. فمن مسؤولية طبعا نادي معان وإدارته طبعا الأدبية تجاه المحترفين أخذوا قرار بإعطائهم المستحقات المالية وإنهاء عقودهم طبعا بشكل ودي، وأمناهم حسب الإجراءات على المنصة والآخره بالعودة إلى بلادهم طبعا سالمين. نعم. للأسف طبعا بعد عودة المنافسات مرة أخرى كان في صعوبة باستقطاب أي محترف لأنه فترة الانتقالات أغلقت، واعتمدنا بمرحلة كاملة من الدوري على فقط اللاعبين المحليين دون وجود أي لاعب محترف. كابتن اللاعبين المحليين اليوم لاعبين خبرة يعني أسماء في الدوري وخاضوا تجارب كثيرة مع عدة أندية، بتشوف أنه ممكن اليوم إذا أنت وضعتوا سقف الطموح أو الهدف المعلن الثبات اليوم تعبتوا شوي عن ثقافة الفوز؟ أنه ممكن يطلع أكثر من هذه المجموعة من اللاعبين ويكون وضع نادي معان على سلم الترتيب أفضل من الوضع الحالي. هو صراحة كابتن ليث كل مدرب وكل هيئة إدارية أكيد إلها طموح أكبر، يعني حتى إحنا مع اللاعبين ومع الأسماء اللي إحنا اخترناها، إذا كنت أنت بدك تحقق هدف الثبات في دوري المحترفين يجب أن تنظر طبعا إلى طموح أعلى، مش لازم يكون طموحك الثبات في دوري المحترفين. بالإضافة يعني بجوز أنا إلي يعني وجهة نظر فنية، هي مش من باب المجاملة بالعمل الفني في نادي معان، ولكن للأمانة يعني أضعنا كثير من النقاط في مباريات من الذهاب كان ممكن يكون ترتيب النادي معان في المقدمة بجوز من أول 4 فرق. حاولنا بعدها بصراحة لما زادت الفترة حساسية، يعني كل ما مشى الدوري وفي تقارب كبير طبعا مع يعني بيننا وبين جميع الفرق اللي لها خبره سنوات في دوري المحترفين، اكيد اصبح شوي الحرص اكثر في العمل الفني على يعني جانب التنظيم الدفاعي في ظل شوي الصعوبات الهجوميه اللي بنواجهها حتى نوصل للهدف يعني المنشود. كابتن انتم اليوم التركيز كان على التنظيم الدفاعي مع غياب المهاجم واللمسه الاخيره، هل كان راضي انت عن التعادل؟ يعني بيكون هدف تدخل المباراه انه اهم شيء اني ما اخسر؟ هي متوازنة كابتن ليث، يعني صراحة هناك تركيز على التنظيم الدفاعي في كرة القدم الحديثة كأول وسيلة طبعا لتحقيق الفوز، يعني الفريق عادة اللي بيدافع بشكل أفضل هو اللي بيكون أقرب لتحقيق نتيجة الفوز، ولكن احنا الحمد لله في كل مباراة يعني العمل الهجومي تاعنا منظم ممتاز، بنصل للمرمى بشكل كبير وعدد مرات كبير، ولكن يعني بينقصنا سوء الطالع أمام المرمى، فهي من باب التوازن مش السعي للتعادل أكيد، يعني بالعكس احنا بنحتاجين للفوز، محتاجين لل3 نقاط حتى نوعا ما يعني نرتاح، يعني زي رؤية جميع الأندية اللي بهاي الدوامة. كابتن الأسد المعتادل اليوم دائما الجمهور، وأيضا أنا كمذيع بكون لي فضول وحاب أعرفها، أنت كنت في البداية مستشار في التعاقدات أو مسؤول ملف التعاقدات، من ثم توليت المهمة الفنية، تكلفة التعاقدات نادي معان حتى الآن؟ الموسم كاملا كابتن ليث بيشمل جميع المصاريف 500,000 دينار. 500,000 مصاريف النادي خلال الموسم. نعم.
في ديون او في مستحقات للاعبين ولا الرواتب؟ اكيد اكيد لا كابتن لايت، صراحه كل الوسط الرياضي بيعرف انه للامانه الالتزام الادبي والاخلاقي عند اداره نادي معان طبعا، وبكرر على راسهم معالي المهندس عمر المعاني، كان الهدف الاول والاولويه الاولى دائما هي مستحقات اللاعبين. اعتقد انه نادي معان الوحيد اللي لغايه الان يعني مسدد لرواتب الفريق لغايه شهر 10، وسيتم صرف راتب شهر 11 بعد مباراه الجزيره. ففعليا ان شاء الله بنهايه الموسم كل لاعب بيكون حاصل على كامل مستحقاته. ممكن النادي الوحيد اللي يعني الرواتب صحيح. بالشكل الكامل صحيح. وهون انا بدي اشكر المهندس عمر المعاني، وبدي اشكر الرئيس الفخري لنادي الحسين عامر ابو عبيد. اليوم وجود الشخص الداعم اللي احنا دائما بنطلب الدعم للرياضه وبنقول ادعموا الرياضيين، فاليوم الشخص لما يكون موجود ويدعم ايضا لازم نشكره ونقول له يعطيك الف العافيه. وبنتمنى ايضا من باقي الانديه محبينها في يعني اليوم السلط في له ايضا جمهور محبين يدعموا نادي الرمثة، كذلك الامر الايد واحده لحالها ما بتزقف. يعني اليوم ما بقدر شخص لحاله يظل كل سنه يدفع، ممكن يدفع لك سنه السنه اللي بعدها يقول لك بكفي، يعني مش معقول. كابتن الان مواجهاتكم المتبقيه صعبه، وفي العنوان دوامة الهبوط يعني ممكن نصف الفرق دوري المحترفين في خطر، مواجهة أمام الفيصل، أمام الجزيرة، أمام الأهلي، أمام الصريح. صحيح. هو كابتن ليث أنا حكيت لك بجوز هو الموسم استثنائي على الجميع، والدليل طبعا هو تقارب النقاط على سلم الترتيب يعني بين أندية، يعني منهم أندية بطولات. احنا لغايه الان يعني تقريبا بنبتعد بفارق يعني 5 نقاط عن نحكي عن مراكز الهبوط. فعليا من الاربع مباريات يعني محتاجين 3 نقاط حتى تقريبا تكون بمنطقه نوعا ما امنه. ان شاء الله تعالى راح نسعى بكل طبعا جهدنا للحصول على النقاط المطلوبه يعني قبل الجولات نحكي الاخيره وقبل الاخيره، يعني حتى يكون في يعني أريحية نوعا واطمئنان. المسؤولية كبيرة جدا، يعني غدا في التدريب إن شاء الله تعالى في لقاء للهيئة الإدارية وللمعالي المهندس عمر المعاني للفريق يعني في الملعب لتحفيزهم يتحملوا شوي مسؤولية طموحات أهالي معان وجماهير نادي معان، وتحفيزهم إن شاء الله تعالى للمباريات القادمة على حصد النقاط والخروج بالمطلوب إن شاء الله. نعم، بده ينضم لنا عبر الهاتف أيضا السوري ماهر البحري المدير الفني للنادي الأهلي. يسعد مساك كابتن ماهر. تحياتي استاذ ليث، تحياتي لك ولضيفك الكريم. طمنا عنك كابتن. الحمد لله بنعم من رب العالمين الحمد لله. الكابتن ماهر، الاهلي متدين الترتيب. والله يعني انا من وقت الجيت على الاردن طبعا بمرحله الاياب بعد الانتقالات حتى ما كان في مجال اضافه اي لاعب اكيد يعني خلال المرحله اللي نحن جيناها. نعم. واكيد خسرنا يعني جهود بعض اللاعبين المؤثرين يعني خلال المرحله الماضيه يلي هن منهم يعني امير يلي كان يعني عم يعمل توازن بالفريق بشكل جيد، سافروا لروسيا، وكذلك الامر الصربي المحترف الثاني، ومحمد دهشان يلي اصيب طبعا بمباراه الوحدات قبل يعني استلامي للفريق. طبعا عدة لاعبين يعني هدول فقدناهم، وطبعا المهمة أكيد صعبة كتير، الفريق بموضع خطر من بداية الدوري، أضاع كتير من النقاط، كان مجموع تحصيله 6 نقاط يعني حتى المرحلة تبعيت يعني بدي أقول أنا 12 مرحلة، فهو يعني وضع أكيد صعب جدا على أي مدرب بده يستلم هالمرحلة هاي. طبعا النادي الأهلي يعني أنا بعتز وبفتخر بهالنادي وبإدارته، أكيد أنا قضيت مواسم كتير جيدة مع هالفريق وحققنا بطولات مع فريق الأهلي. طبعا عملية التواصل كانت معي، طبعا أنا بعد ما حققت بطولة الدوري بسوريا يعني مع نادي تشرين السوري بنقول الحمد لله كان إني الرؤية يعني تتجه للأردن. نعم. وطبعا استلام فريق الأهلي رغم يعني طبعا الظروف الصعبة اللي عم يعيشها، طبعا هي أكيد يعني تجربة رح تكون قاسية جدا وصعبة جدا، بس باعتقادي يعني هي ممكن إن شاء الله يعني بهالمباريات الأربعة للثمان حسم الموضوع، وطالما عنا أمل نحن أكيد طيب يعني رح يضل الفريق
عما يقاتل حتى آخر رمق وحتى آخر أمل موجود. نعم يعني. كابتن ماهر الآن حلول فنية ما ظلش فيها حلول فنية، 4 جولات هذا الموجود الآن، العامل النفسي والمعنوي للاعبين هو الأهم، كيف نفسية اللاعبين مع الظروف المادية الصعبة؟ والله هي ظروف صعبة بالنادي بشكل عام، يعني سواء الظروف المالية أو الظروف الإدارية. طبعا نحن عم نحاول قدر المستطاع العمل على الجانب النفسي، والعمل أكيد يعني من أول ما وصلنا على الجانب البدني والفني، يعني بده يكون مترافق مع بعضه. الحمد لله يعني باعتقادي أنا يعني تنظيم الفريق أفضل شوي، عم يقدم مباريات باعتقادي يعني عم تكون ندية مع كل الفرق اللي لعبنا معها خلال المرحلة هاي. بس طبعا أنت بتعرف يعني في إمكانيات بالآخر وفي مقومات، وأكيد يعني فريق الأهلي يعني خلال هالمراحل الأربعة الماضيين كان بيستحق ربما يعني أكثر من هيك. بس هذا الصرف اللي نحن منعيشه ضغط النقطة أكيد وضغط الهبوط، فعم يأثر كثير كثير على نفسية اللاعبين يلي نحن دائما عم نحاول نشتغل عليها بشكل أكبر. طبعا 4 مراحل قادمة هي مراحل صعبة، يعني نحن أنا مع الفيصلي مع العقبة مع معان مع الصلب، 4 مراحل كثير صعبة. بس باعتقادي إن شاء الله الفريق يعني قادر ينجز لسه هالمهمة. طبعا بس نحن الموضوع مو بإيدنا لسه كمان، يعني بدنا ننتظر نحن حتى لو حققنا نتائج مقبولة بدك تنتظر أنت نتائج باقي الفرق، لأن نحن يعني موقعنا بالأخير بقاع الترتيب، وهذا شيء يعني لحاله بيعطي ضغط كثير كبير على اللاعبين. نعم كابتن ماهر نشكرك على وجودك معنا عبر الهاتف. تحياتي لك أستاذ زي، شكرا كثير. كابتن عبد الله، يعني مع ختام حلقة اليوم سؤال دائما بحب أسأله للمدربين، تفضل. بدي تنسى الآن حالك كمدرب وتعتبر حالك كمشاهد بكل طبعا. تأكيد لما تخلص مباراة معنا وتقعد بالبيت وتتابع كل مباريات الدوري وتتابع مبارياتك يعني كيف تشوف المستوى كمشاهد أردني ومشجع رياضي؟ المستوى كابتن مش ضمن الطموح بكل تأكيد، وفي فارق كبير طبعا ما بيننا وبين كرة القدم العالمية العربية، خلينا نقول العربية. صراحة اللي بيشوف مبارح مثلا الكلاسيكو تاع الدوري السعودي بيشوف يعني كرة قدم حديثة برتم سريع، ولكن للأسف يعني احنا حتى نكون صادقين مع أنفسنا احنا بنطبق احتراف لغاية الآن من وجهة نظري، ويعني احتراف وهمي غير متكامل للعناصر. هذا بيأثر بشكل كثير كبير على يعني على مستوى الدوري، بالإضافة طبعا إذا بدك تشوف دوري محترفين على مستوى عالي جدا صراحة ما راح يكون عندنا هذا المستوى إلا بالاهتمام بقاعدة الفئات العمرية، لأنه احنا في خلال عملنا على الفريق الأول بشتى الأندية بصراحة بتلاحظ كابتن نقص في بعض الأساسيات في كرة القدم. كيف وضع الفئات؟ في فئات كيف الوضع؟ صراحة احنا كابتن حطينا خطة متكاملة لإعداد فئات عمرية. الدوري اللي التغى كان سن 15 متصدر طبعا للدوري بعد 6 جولات نادي معان، وراح يتم كمان العمل بالاستمرار على إنشاء أكاديمية طبعا لنادي معان خاصة مجانية لاستقطاب المواهب لقصبة معان وما حولها. كابتن عبد الله أنا بدي أسألك، الكل بيعرف اليوم الكابتن عبد الله القططي عندك ممكن أكاديمية من أكبر الأكاديميات صحيح. في الأردن صحيح. بدي أسألك سؤال، استفدنا من الأكاديميات يعني اليوم الأكاديمية هدفها ربحي فقط، ولا اليوم والله ممكن تدرب وتطلع لنا لاعب يكون نجم؟ يعني في 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 السابق مراكز الأمير علي للواعدين خرجت لاعبين للأندية صحيح. اليوم الأكاديميات خرجت لاعبين، يعني اليوم ممكن أنت من خلال هذا العمل، والرياضة في النهاية هي أيضا بزنس وتجارة، يعني اليوم لما نقول في تسويق أنه يكون في تجارة، نستغل صحيح. موضوع الفئات ونطلع نجوم ونستفيد منهم ويحترفوا بالخارج صحيح. أنه يكون اليوم مثلا اللاعب المتميز والمجتهد في الأكاديمية نشوفه في الأندية، لأنه أنا بشوف اليوم العمل الخاص أفضل من عمل الأندية بصراحة. لكن في النهاية اللاعبين اليوم اللي بوصلوا للفريق الأول كلهم من الفئات العمرية للأندية مش من الأكاديميات. صحيح. هو كابتن ليث زي ما تفضلت، للأمانة الفئات العمرية بالأندية إطلاقا ليست بأولوية، وأجت صراحة الأكاديميات الخاصة وإن كانت ربحية، لأنه فكرة الربحية هي اللي بتمنح أصلا الأكاديميات أولوية العمل على الفئات العمرية. احنا ليس طبعا من باب يعني التسويق او غيره، مثلا في اكاديميتنا مثلا بفرسان الاردن هناك كادر اسباني متكامل يشرف على اعداد اللاعبين، عندنا فئات عمرية تنافسية
يعني صراحة تم تخريج لا يقل عن 20 لاعب للمنتخبات الوطنية بالفئات العمرية. حاليا منتخب الناشئين مواليد 2006 يضم 9 لاعبين من خريجين الأكاديمية، وهم طبعا من معسوري الحال، يعني تتبناهم الأكاديميات الخاصة لتطويرهم وتنميتهم. كابتن عبد الله، أخيرا وجودك مع نادي معان ضمن خطة معينة يعني ممكن تستمر مع نادي معان للسنوات القادمة على الأقل الموسم القادم إن شاء الله؟ يعني هاي طبعا هاي الرؤية المطروحة، وأنا يعني اسمح لي بعجالة كابتن ليث، في حضرتك ذكرت على دور الداعمين، أنا بس بحب يعني أوجه يعني رسالة أيضا أنه معالي المهندس عمر المعاني والمهندس خالد القرامسي والهيئة الإدارية لنادي معان هي فقط لا يعني لا توفر فقط الدعم المادي، يعني هم بيحملوا نهج علمي منطقي، قيم أخلاقية وأدبية من خلالها بيحبوا يعكسوا الصورة الحقيقية لمدينة معان وأهلها، وأولويتهم دائما الظهور المنظم والمرتب لنادي معان في دوري المحترفين من جميع الجوانب. نادي معان لم يتلقى أي مخالفة إدارية خلال الموسم من اتحاد اللعبة، ما حصل أي لاعب من لاعبينا على بطاقة حمراء لأي سوء سلوك أو غيره. أعتقد أنه هاي الأمور الأخلاقية والقيم والأدبيات هي بالمقام الأول عندهم، بالإضافة للنتائج. أنا بالنسبة لي بشكرهم على الطريقة الاحترافية حتى اللي بتعاملوا فيها مع الجهاز الفني، وأنا إلي الشرف أن أكون جزء من أسرة نادي معان والاستمرار بتطبيق الخطة الموضوعة اللي بتمتد إن شاء الله لثلاث سنوات. قول لي المعانية متابعين متحمسين مع النادي في متابعة؟ والله كابتن ليث أنا بصراحة بتلقى مكالمات كثيرة قبل المباراة من شباب من معان، في منهم ما بعرفهم يعني، بس الكل بيحكي لي أنه في مباراة معان مدينة معان بصير فيها زي حظر التجول، يعني بتكون الشوارع خالية لمتابعة مباراة الفريق، واحنا دائما بصراحه هذا ليش المشكله بيحملنا يا كابتن عبد الله، فوز لك مباراه هاي مسؤوليه كبيره، يعني احنا ما خلينا من جهدنا جهد، وبصراحه احنا واللاعبين يعني ما بتتخيل كابتن ليث انه بنسعى ان شاء الله لتحقيق الثلاث نقاط حتى ندخل الفرحه على يعني جماهير معان بصراحه اللي بيستحقوها، يعني ان شاء الله بالتوفيق. يعني اليوم كره القدم بتكون بخير ايضا لما نشوف المحافظات، كل محافظه في نادي بيمثلها انتشار للعبه كره القدم، واليوم مع مشكله البطاله ومشكله العاطلين عن العمل انه الرياضه تكون موجوده في كل المحافظات هي مصدر رزق. صحيح. وفي دول هويتها كرة القدم والرياضة. صحيح. فاليوم صحيح. أنه في الأردن كشعب اليوم بحب الرياضة، يعني اليوم بتشوف الأطفال في الملاعب. صحيح. الخماسية حتى في بعض الحارات بداياتهم الكل بيلعب كرة قدم. صحيح. هذا دليل أنه في توجه وإقبال كبير على كرة القدم. صحيح. ظل الدور الأكبر عليه كل يوم، تعرفوا كيف تستقبلوا هاي المواهب وتسقلوها وتقدموها لنا. إحنا كابتن ليث معلش اسمح لي من خلالك طبعا. نعم. بالنهاية احنا جميعا كمدربين على الاقل بتكلم عن نفسي، كان لازم شوية اتطرق لهاي النقطة. نعم. بغض النظر عن تفاصيلها، ولكن انا شخص ممتن جدا لكل محاضر اردني، على الاخص الكابتن نهاد سقار والكابتن زياد عكوبة اللي لهم فضل، والكابتن وليد فطافطة والكابتن صالح دغش اللي لهم فضل كثير. بالضبط. الناس لهم فضل كثير كبير علينا. نعم. واحنا بحكي لهم من خلال الشاشه احنا راح نضل ممتنين لكم، واي نقطه فيها اي اساءه او انتقاص منهم كقامات رياضيه هي انتقاص من جميع المدربين الموجودين اللي بيقودوا دوري المحترفين. بشكرك كابتن ليث، انا بثني على كلمه حكاها الكابتن بلال صراحه مع عدم متابعتي الشديده لكل النواحي الاعلاميه، ولكن كابتن ليث وجودك دائما بحيادية على مسافة واحدة هذا بنقصنا بالإعلام بعيدا عن الأمور الشخصية والعلاقات الشخصية، فبنتمنى لك إن شاء الله أيضا كل الخير والتوفيق لكل كل محايد اليوم ثق تماما أي شخص بيكون في عمله في أي وسيلة، يعني اليوم أي شخص بحب ينجح في عمله، لكن في بعض الأوقات ممكن الجماهير من حبها وتعصبها للأندية. صحيح. بتحب تشوف دائما ناديها هو اللي دائما. صحيح. يذكر. صحيح. وبدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا كابتن عبد الله، بتمنى من كل شخص بتابع الآن بدعوة صادقة الأمنيات بالشفاء العاجل للكابتن راتب العوضات. تحية مني لكم وإلى اللقاء.